اسمك ابو يحيى. يحيى ماجد صبري سويدان. من وين انت؟ نصيرات. نصيرات يعني غزه. غزه. وظيفتك شو كانت؟ اخ كنت انا في حماس زمرة في القسام. قال زمرة. شو اسمك الرباعي؟ احمد نايم. احمد ابو خمير. منين انت؟ منين المنطقة؟ من غزة الدرج. شو اسمك الرباعي؟ مهند ياسر زيد برزي. من اي منطقة انت ساكن؟ شبورة. شيخ محمد المجدلاوي. وين ساكن؟ من صراط. لاي منظمة انت تابع؟ حماس. شو اسمك الرباعي؟ حمزة. محمد ابراهيم الزرقا. حمزة محمد ابراهيم الزرقا. وين انت؟ من غزة. فاهم غزة. لاي منظمة شو تابع؟ شو نشيط ايش انت؟ حماس. فايش في حماس؟ القسام. قسام النخبة. نخبة. شو مهمتكم بالضبط كانت تعملها؟ اقتحام موقع صوفي العسكري. وغير الموقع فيه كمان كانت مهمة؟ كيبوتس. وما رحنا أصل روح لعني بعد بيومين بيوم أو يومين زي مدنيين في ذلك الوقت. والتعميمات في بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال الأسر أسر اللي هو النساء والمسلمين والأطفال. قتل الرجال يعني المدنيين الشباب. شباب مدنيين. هذا مدني عسكري زيك. الحين وصلنا على الحدود. رحتنا على بئيري. بئيري شو تعنونك؟ السيطرة كان. قولي شو المهمة كانت تبعته؟ خطف يعني. زي كده. خطف أسر من كفر عزة. لما أحكوا لكم يعني قتل وأسر منتو رايحين على مستوطنة فيها مدنيين. عارفين هذا الشيء. مين قالكوا يعني من القيادة اقتلوا المدنيين؟ احنا اللي كان يحكي لنا محمد نهض البطش مسؤول المجموعة. شو قالكوا؟ قالنا احنا مهمتنا كفر عزة بدنا نقتل بدنا نقدر نخطف زي كده يعني. يقول لي المهمة تبعتكوا شو كانت بالضبط لما طلعتوا؟ هو السيطرة على موقع صوفا. السيطرة شو تعملوا؟ السيطرة شو مركز فيه؟ شو تعملوا في الموجودين؟ هو تسيطر عليهم. قتل يعني. قتل وايش كمان؟ تسيطر وتضلك مسيطر على الموقع. بعد هيك اجت تعليمات واحنا غاد لمسؤول فصيل من قائد السريه قال له اخطف لي. لما دخلنا كان الصبح في داخلين نخبه وبعديها كمان نخبه داخلين. احنا كان داخلين ناخذ أسرة ونقعد للبيوت. سلامه بالبيت وقت التقينا جمعنا عنده كلم ابو زيد. ابو زيد قال له طهروا البيوت واخطفوا قد ما تقدروا أسرة لانه في غزه اللي باخذ أسرة له مكافاه. قديش المكافاه قالوا لكم؟ شقه منزل بيت $10,000. اللي بجيب كل اسير باخذ شقه ومنزل. مين قال لكم اياها هاي؟ كانوا يحكوها في القسام يعني. القسام اللي واقف في القسام قال لكم كل اسير بتجيبوه بتاخذوا شقه. لانه هم بدهم اسرى بدهم ياخذوا اقدر ممكن اسرى. فهم هدفهم من الدخول اصلا انهم ياخذوا اسرى. شو المهمه تبعتك كانت؟ اقتحام. تعملوا وين؟ لفر عزه. شو تعملوا؟ نطهرها ونسيطر عليها. شو يعني التطهير؟ نفضيها من ايش؟ من الناس. تخطفوا ولا ايش؟ ما قطفناش احنا. يعني ايش؟ بس قتل؟ نفض الدور. وشو عمل القسام يهبري؟ قتل. مين قتل؟ مدنيين. دخلوا اثنين على البيت. ضل في غرفة في الوجه مسكرة. طخ على الباب. صار في صوت جوا. دخلوا كمان اثنين. كان في واحد مرمى على الباب. زوامية كان في دم جنبه طبعا. كان في جوا زلمة مصاب. وأنا متوقع إنها عائلة كاملة. عائلة كاملة. لبس عادي. لبس منزلي يعني. اللي زلم المصاب كان لابس كلسون وطلعت مرة لابس فستان. فستان عادي فستان بيت. والتاني برضو كمان لابس فستان وفي ولد وبنت. فاحنا مشينا يسار وفي بيت هناك طلعوا منه مرة يعني ختيارة غطوها. انه هذول الشباب اللي كانوا معك استعملوا العيلة هاي كذراع بشري. طيب احكي لي في لما كنتوا في كفر عزة
شو عملتوا بالضبط انتوا اللي كانوا معك؟ دخلنا اول دار بعدين دار كانت المرأة طخ حمزة على باب الدار. واللي المرأة لما شفتها يعني شو شفت عليها؟ شفتها انا مرمية بس ما قربتش منها يعني. طلع الكلب تبعها بالشارع طخيته انا. بعدها كان في واحد بالجنينة. المدني هذا اللي كتبته كان معه سلاح؟ لا لا. كم طلقة ضربت عليه؟ من 2 لـ3. فوين الطلقات ضربته؟ على منطقة الصدر. منطقة الصدر. وبعد هيك؟ بعد كده قعدنا نلفلف بالدور في دارين أظن عملنا فيهم حريقة حرائق. احكي لي شو عملتوا في مستوطن الغيري وكيف كنتوا تطهروا البيوت؟ أول ما دخلت صح أول ما دخلت المستوطنة شفت 2 عفزبة كانوا ماخذين مرأة من عمرها من 60 لـ65 سنة عفزبة ماخذينها لوين؟ لغزة. بعد ما كتلوا المستوطنة الاثنين سليمان كرم النقب جابوا واحد تقريبا عمره 40 لـ45 سنة زلم يكلونه قمح شوي ومش طويل كتير أخذوا عماد أبو الحروج وضلوا طالع فيه ولوين أخذوه؟ على غزة. واحنا رجعين وراء كانوا مطلعين من جوا بنت عمرها يمكن 16 سنة أو 15 سنة. شو عملتوا في البنت؟ هذه البنت وقفت صوروا ما حسيت فيه كانوا يقولوا طخوها فيه قال لا ما طخوهاش خذوها أسيرة وتصوروا معها في واحدة تصور معها سيلفي وركبها على الفزبة في بيت قدمنا عليه كلنا. أجا تبع الهندسة اللي هو تمه على جنبه بالنطرات ما عرفش اسمه برضه ما عرف شكله جاب عبوتين مسطرة وعبوه بربشين وإيش فجر شباك فتح شباك نتفة صغيرة جاب حديدة صار يفتح الشباك بالحديدة اللي هو صار يطلق عليهم من جوا نار يعني رموا عليه قنبلتين انفجر 4 قنابل تنتين انفجرنش وتنتين انفجر وقتلوه. شو عملت؟ طخينا على الشبابيك والابواب. ومين طخيت هناك؟ طخيت مرة كبيرة هي كانت قبالة ولا ايش في عينه؟ تفاجأت فيها طخينا. وين الطلقة طبخيها؟ في كتفها. وشو صار فيها؟ وقعت. شو عملت كمان في الدور؟ ولعنا دار كن ضرير ولعنا. والدار اللي في جنبكم مين ولعها؟ محمد بصل. انت قتلت كم واحد؟ واحدة. شو كمان قتلته؟ ومحمد بصل قتل واحد. مين الواحد هذا؟ كان 40 42 سنة. شو كان بيعمل؟ كان برش مية. كان معه سلاح الزلمة؟ لا هو تفاجئ فيه. مدني؟ كان في جثة على الأرض باب البيت مطخوخة يمكن طلقتين أو 3 في الرأس رأس انفجر يعني وفي طلقات في الصدر من فوق طخت عليها طلقة في ظهرها. كم طلقة ضربت عليه هون؟ طلقة واحدة على هذا وطلقة هذاك في الرجل اليمين. بعد ما طخت صار زعق علي سلام يقول ليش طخيت هذول جثت ضيعش طلقاتك عفوا طلقات زعل عليك عشانك ضيعت الطلقات. كان بدك شو كان بده تستعمل الطلقات ضد المدنيين؟ أقتل بده يعني. سكروا الباب اللي جوا الغرفة الحصنة عادين لفع صار طلع برا عماد أبو عبيدة صار يقولوا في يهود هان في يهود إيش وكان الشباك مسكر حديد صار يقولوا لهم افتحوا اطلعوا افتحوا ما رضيوش كانوا خايفين جابوا عبوة مسطرة حطوها على الشباك وفجروا الشباك فتح نتفة صغيرة صار يولعوا اجا واحد صار يولع قطع قماش بداخلها يقول انه منخنقوا من الدخنه البنت خافت وفتحت الشباك بعدين اجا واحد من الجنب حافظ شكله بس ما اعرفش اسمه صار يزعق قتلوا اطفالنا وقتلوا نسائنا وصار طخ عليهم قتلهم اطلق عليهم يمكن 10 رصاصات بعدها على الطفله وعلى امها بنت يمكن عمر كان 18 سنه وكمان 21 سنه وامها وابوها 4 وكلب صغير والكلب قتله. كم طلقة؟ مش عارف يعني كل واحد يمكن طخ هداك طخ يمكن 10 طلقات الأول تانيين كل واحد طخ 2 3 زي الصبية كانت مسلحة كان معهم أسلحة يدافعوا عن حالهم؟ لا ما طلقوش نار من مرة بس هداك أجا هيك وقف صار يطخ هيك بشكل صار يرش بشكل همج وهذا هيك هذا في القرآن هيك بقول الإسلام؟ لا حسب الدين الإسلامي مش أنت إسلامي؟ الدين الإسلامي بيقول لك هيك تعال اقتل لا لا
خليني أفهم هذه التصرفات، أنت ما بتشوفها يعني مش زي داعش هيك قتل المدنيين عشوائيا؟ صحيح صحيح. الدين منع عن، يعني النبي قال لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا، لا تعقروا امرأة، لا زي فاهم علي. الدين ما بحث على التشويه والتنكيل وال، يعني حسب ما العمل اللي صار وانت ما شفت، ايش الفرق بين هذا العمل وبين عمل داعش؟ ما في فرق بين التنكيل بحكي. طب حسب الاسلام هيك تفوت تقتل ناس ويقتلوا اطفال و... لا لا مش من الاسلام قتل الاطفال. طب شو اللي صار؟ الدين الاسلامي يقبل هيك؟ ابدا. قلت لك انا لا تقطع شجره. يعني يحيى في اسمين في العالم عملوا اللي انتوا عملتوه، داعش وحماس. مسموح انك تقتل مرة هيك؟ لا. ليش القتل هذا كله؟ شو السبب؟ مضحوك علينا احنا منهم، مغرر فينا ومضحوك علينا منهم. من مين مضحوك عليكم؟ انت عين حماس. شو ما قاعدين في الدور وسايبيننا هنا وسابونا جوا. يعني هيك بتفكر انت؟ اه هيك بفكر. يعني هم في قطر ولا في تركيا وبيحكي باسم الأقصى والمسلمين وقاعد غادوا بعت النهانة. مين هذول اللي في موجودين في قطر؟ القيادة تاعت حماس. مين هم؟ أنا اسمعين هنية، خالد مشعل. يعني هيك بيفكر يضحكوا عليكم؟ آه هيك ضحكوا علينا. هيك هم غادوا، هاي برضو أهلينا في غزة يعني قاعدين بنقصفوا. القيادة سبتنا. مين أشخاص؟ بتقول حماس، مين بتقول؟ حماس كلها. حماس لكن مين؟ روس حماس. مين روس حماس؟ السنوار، هنية، أبو خالد، هم دول روس. وانت بتقول هذول دمروا غزة. في ايش دمروا غزة؟ في كل هاي، انت شايف ضايل غزة؟ لا ضايل غزة لا، دمرت يعني غزة. مين اللي دمرها؟